عبد الرحيم محمد عبد الغني الزركاني، المخرج المسرحي صاحب الرؤية الواقعية، فنان اتبنى فكر معين هنتعرف عليه بالتفصيل في حلقتنا. اتولد في قنا يوم 30 يوليو سنة 1913، وأخوه هو كاتب السيناريست المعروف علي الزركاني. حبه للتمثيل خليه يسيب قنا ويتنقل للقاهرة ويعيش فيها عشان يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، واللي كان من ضمن دفعة كبيرة ضمت حمدي غيث ونبيل الألفي، ولأنه تتلمذ على إيد زكي طليمات اتعلم الالتزام جدا، وده كان واضح طول مشواره الفني. عبد الرحيم الزركاني بعد ما خلص المعهد بقى من ضمن المدرسين في المعهد، وتتلمذ على ايده نجوم كتير زي احمد زكي وفاروق الفيشاوي ومحمود ياسين ومحمود حميده، وكان ليه وقعه جميله مع الفنان محمود البزاوي اللي كانت اول محاضره ليه في اول يوم دخول للمعهد للفنان عبد الرحيم الزركاني، وهو كان جاي من المحله الكبرى ومبهور بالقاهره واللي فيها. ولما جاي يدخل المحاضرة، ولأنه كان لسه أخلاق القرية بيتصف بيها، فلقى أنه لازم البنات تدخل قاعة المحاضرات الأول وبعدين باقي الزملاء، وفضل واقف بره لحد ما كل الطلاب دخلوا، وكمان الفنان عبد الرحيم الزركاني اللي كان هيديهم المحاضرة وهو دخل بعديه. ولأن عبد الرحيم الزركاني كان ملتزم جدا، فزعل إن إزاي طالب وأول يوم ليه في المعهد يجي متأخر ويدخل بعده كمان، فوقفه وهو متعصب وسأله أنت مين؟ فرد محمود البزاوي بطريقة فيها كسوف وخجل وتقريبا صوته ما كانش طالع عبد الرحيم الزركاني، طلعه بره المحاضره وقال له ما تدخليش اي محاضره لاخر السنه. الاخراج المسرحي بالنسبه لعبد الرحيم الزركاني يجي في المرتبه الاولى وبعديها التدريس، وفي المرتبه الثانيه التمثيل. وممكن نقول ان عبد الرحيم اتبنى اسلوب في الاخراج المسرحي معتمد على الواقعيه والبساطه، وكان بيحط كل اهتمامه في النص واختيار الممثل، يعني حط الممثل المناسب في الدور المناسب، بعكس ما كان متبع ان النجوم هم اللي بيمثلوا وخلاص. وكمان اهتم بالإضاءة جدا وحركة الممثل، وده كان أسلوب غير متبع من قبل كده، وكان بيبني الديكورات والملابس وأدوات المسرح بواقعية جدا. غير كده كان عبد الرحيم مهتم جدا باللغة العربية الفصحى وبمخارج الحروف، وأي ممثل كان بيشتغل معاه مسرح كان لازم يكون متقن للغة العربية الفصحى أو يقدر يتعلمها. بجانب كده كان معروف إنه ملتزم جدا 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 في المسرح، يعني ما ينفعش أي ممثل مسرحي مهما كانت نجوميته انه يخرج عن النص المكتوب او الحركة اللي اتدربوا عليها، لدرجة انه مرة كان حيطلب البوليس لحسين الشربيني ومحمود البزاوي لما خرجوا عن النص في رواية من رواياته وهم كانوا تلامذته في المعهد. قدم مجموعة مميزة من الاعمال المسرحية كمخرج زي مسرحية عيلة الدغري، بداية ونهاية، في بيتنا رجل، سليمان الحلبي، مجنون ليلى، وكمان كان بطل في مسرحيات نجحة زي أهل الكهف لتوفيق الحكيم وبابا عايز يتجوز. الفنان عبد الرحيم الزركاني كان بيرفض أي دور سينمائي شرير، وكان بيقول أن لو قدمت الدور ده محدش هيصدقني. ومن الأدوار المعروفة للفنان عبد الرحيم الزركاني بائع الأخلاق في فيلم أرض النفاق، ولعب كمان أدوار تانية زي وكيل النيابة وأبو البطلة والكمسري وأدوار تانية. ولأنه كان بيحب اللغة العربية الفصحى كان وجوده أساسي في أي مسلسل ديني أو تاريخي، ومن المسلسلات اللي اشترك فيها محمد رسول الله، الإمام مالك، الأزهر الشريف، منارة الإسلام. وفي الإذاعة كان ليه بصمة كبيرة وقدم حوالي 1000 عمل إذاعي بالتحديد في البرنامج الأوروبي لما كان بيقدم مسرحيات من الأدب العالمي وهو كان بيخرجها. حياته الخاصة مش معلنة للجميع ومحدش يعرف الكثير عنها غير إنه عنده بنت اسمها هالة. وفي 1 نوفمبر سنة 1984 اتوفى عبد الرحيم الزركاني عن عمر 71 سنة. ومن الغريب في حياته إن بعد رحيله فضل يظهر في مسلسلات ألف ليلة وليلة كصوت شهريار زي ألف ليلة وليلة، التلت بنات كريمة وحليمة وفاطيمة، وألف ليلة وليلة ورد شان وماندو. يا ترى من النجوم اللي موجودين دلوقتي على الساحة شايف مين أكتر واحد كان يقدر يشتغل مع الفنان عبد الرحيم الزركاني في المسرح؟ كان معاكم رشا رجا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو.